4K HDR display, Dolby Vision, X1 Extreme وأكوستيك display. كل هودي مجموعين ببرودكت واحد ما في منه اثنين. خليكن معنا. عادة التيفي بيكون شاشة وسبيكرز. التيفي اليوم هو شاشة وهي نفسها سبيكر. هالخبرية كلها بتصير لحتى ناخد أفضل تجربة سينمائية منزلية. نعم، لأنه هذا التيفي بيتميز بالأكوستيك ديسبلاي، يعني الشاشة هي السبيكر. غير هيك هو أورجانيك ليد أو أولد، فالتيفي بيعتمد على السلف لايتينج بيكسل وخصوصي بالإكس 1 إنجن يلي من خلاله نحن رح نشوف دبث أكتر، ألوان أكتر وأسود أكتر. ديتيلز أكتر من هيك بهذا الريبورت. جديد سوني بريفيا A1 سيريز TV بيستغني A1 سيريز عن سبيكرز الزهرة ليترك التيفي يكون بس شاشة وما تشوف غير الصورة محصورة بسوبر سليم فريم بازل. وبدل من استخدام الـ conventional TV speakers تحولت الشاشة كلها لسبيكر باستخدام تقنية حصرية من سوني اسمها الـ acoustic surface. من خلف التيفي على الجهتين بيتمركز محركين لكل جهة، 2 للليفت تشانل و2 للرايت تشانل، بشكل غير مرئي بيحركوا الشاشة بالاهتزاز ليخلقوا الصوت من الشاشة نفسها، وهيك صار بيطلع الصوت من محل الصورة بالضبط. وكونه الـ A1 سيريز أورجانيك ليد TV فهو TV من دون ضوء، فكل بيكسل يلي بيتخطى عددهم 8 مليون بيضوي وقت يكون في لون محله، فالألوان أكثر جمالاً والسواد 100% أسود. ومش بس لأنه أولد الصورة هالقد حقيقية، بيعتمد الـ A1 سيريز من سوني على الـ X1 إنجن يلي من خلاله عم نشوف Better Noise Cancelling, True Upscaling, Depth and Sharper Images. أخيراً مع الأندرويد TV رح تحصل على الكروم كاست بيلت إن يلي رح يسهل كتير طريقة إرسال الكونتنت من تليفونك أو من التابلت داركلي على TV. ومع الجوجل أسيستنت صار فيك باستخدام الفويس كوماندز أو الأوامر الصوتية إنك تتحكم بالTV أو تطلب منه أي شيء مثل الطقس أو المحطة أو حتى تطلب منه يفتح لك أبليكيشنز. ولأنه هذا التيفي أندرويد فأنت رح تحصل على الجوجل بلاي ستور وصار فيك تعمل داونلود للأبليكيشنز والجيمز الكمباتبل مع الأندرويد TV. هيدا هو سوني بريفيا A1 سيريز OLED TV متوفر بثلاث أحجام 75 إنش 65 إنش و 55 إنش لصورة أفضل مدموجة بصوت غير مرئي. A1 سيريز من سوني بريفيا. سو هيدا كان كل شيء لليوم. ما تنسوا فيكم بأي وقت تشرفونا بقطب سيتي لحتى تشوفوا هذا التيفي، أو تفوتوا على kotobcity.com لتعرفوا سبيكس وتشتروا التيفي واصل عندكم على البيت وين ما كنتوا بلبنان. وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك وشير للفيديو كرمال تشوفوا فيديوز أكتر من واتس وات. وأنا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.